السلام عليكم، رمضان مبارك كريم. باش منيتو ان شاء الله بالصحة والسلامة، ونتمنى نكون خفيفة على قلبكم في هذا الانترفيو مع 360. مشاركتي في ياقوت وأنبر كانت بمثابة مفاجأة كبيرة لي، لأنني أول مرة نشتغل مع شركة الإنتاج ديسكونيكتد وكذلك مع المخرج الأستاذ محمد نصرات. فمشيت نتعرف على الدور ديالي بعد ما اتصلوا بيا، وهنا كانت مفاجأة ثانية لي، لأنني بعد ما تلقيت الأستاذ الكبير سي محمد نصرات وكذلك الكوتش اللي كان مساعدنا وكان عنده فضل كبير علينا في النجاح في الشخصية ديالنا، الأخ العربي أجبار اللي كان وجه لي تحية من هذا المنبر، اكتشفت بلي أنهم على اطلاع مسبق بالأعمال اللي كنت درت قبل ومعجبين بالأداء ديالي، وهذا شرف كبير لي وكانت مفاجأة ثانية كما قلت. فهاد الشخصية هي معنفة وكتعيش واحد تراجيديا داخلية، بحيث هي يعني مبلوكية ما بين الواجب وما بين الرغبة ديالها، فما عرفتش واش يعني تطلق من هذاك الرجل وتبدا حياتها من جديد، ساشون كو ما عندهاش دبلومات وما عندهاش ثقافة واسعة باش تقدر تبدا اون كارير جديدة، اولا تصبر على داك العصا اللي كتاكل وعلى داك العنف النفسي والجسدي اللي كتحمل وتبقى باش تحافظ على ولادها، وفي الاخير كطيح في الفخ الكبير اللي هو كتبقى مع هذاك السيد ولكن كلكو باغ راه كتخرب الاسره ديالها، لان ولادها كيكونوا تيموا ولا شهود على هذاك العنف اللي كتعرض ليهم اللي كتعرض ليه ماماهم. فهاد التركيبه اللي هي يعني جد معقده لهاد الشخصيه خلت انهم يكون عندي صعوبات في التشخيص ديالها، ولكن الحمد لله بفضل الجهد اللي قمت به وبفضل انه كان عندنا وقت طويل في البريباراسيون وبفضل كذلك المساعده ديال المخرج محمد نصرات والكوتش وفريق العمل استطعت انني نأديها على احسن وجه والحمد لله. هذا وضع اللي صعب بزاف وما نبغيتش شي وحده، فنصيحتي لهم هو اذا كان هذا العنف يعني في المراحل الاولى ديالو يعني مازال غير شفوي، فالمرأة خاصها توضع ليه حد من خلال النقاش والحوار او التدخل ديال افراد العائله، وتحاول باش ما يتطورش وتحاول ترد المياه المجاريها. اما اذا كان يعني العنف مراحل متاخره ديالو يعني لا قدر الله كيوصل حتى العنف الجسدي، فانا كنظن بلي كاين طرق اللي هي متاحه، فاما كما قلت التدخل ديال العائله ديالها او لا تلجأ الجمعيات اللي دابا كاين يعني متاح التواصل معاهم على شبكة الانترنت وحتى من خلال ارقام الهاتف، وغالبا كيكون تدخل ديالهم بالمجان او عن طريق المسطرة القانونية، لان هاد المرأة هادي خاصها بصح تاخذ حقها وخاصها تخرج من هاد الوضعية لانها وضعية غير سليمة بتاتا. لا ابدا ما يمكنش نشجع على العنف ولا على هدر المدرسي، لا انا ولا شخصيه نبيله دايور، لان حتى نبيله واخا هي كانت عايشه هاد الظروف ولكن ملي كنشوفوها كنشوفها ديما واحد المراه اللي مدمره واللي حزينه، لان ما قدرتش تكمل الدراسه ديالها وعاد تزوج، لان كما كنقولوا كل حاجه كتجي في وقتها، فهي تخلات على الدراسه ديالها من اجل الزواج الوغ كانت مازال صغيره وكان ممكن تزيد تسنى بحال خواتاتها اللي وحده كملات في الطب وحده كملات في مجال الفن وعاد تزوجوا. فهنا مني الانسان يعني كيكمل دراسته وكيدير اختيارات ديالو في الحياه عاد كيتزوج كيكون كيعرف يختار الشريك ديالو، اما ملي كيكون مازال صغير او الله يحفظ مازال طفل وكينوض يخضع لهاد التجربه وكينوض ياخذ هاد التجربه اللي هي ديال الناس الراشدين، فاكيد غادي يكون عندها عواقب وخيمه. هاد السؤال بعدا كيفرح، لان كنعرف من خلاله بان الدورين ما كانوش كيتشابهوا وكل واحد عنده عوالم ديالو وكل واحد عنده مميزات ديالو، فشرف كبير ليا اني كنت قدمت جوج ديال الادوار على مر موسمين متتاليين وادوار مختلفه. واما بالنسبه لشكون فيهم قريب لقلبي صراحه ما نقدرش نحسم، لان كل دور وجا في وقته وكل دور كانت عنده حلاوة في الاستغلال ديالي عليه، فما نقدرش نختار. أه
كنتبع من طبيعة الحال ياقوت وعنبر، وكذلك كنتبع مسلسل الإرث على القناة الثانية. أولا لأنني مشاركة فيه، غادي يكون عندي واحد الظهور في الحلقات الأخيرة، ودور حتى هو مختلف بزاف. وكنقول لهم برافو عليكم، لأن مسلسل في المستوى وقصة محبوكة بشكل جيد جدا. وكنشوف كذلك مسلسل سلمة أبو البنات على قناة MBC 5 من إخراج هشام الجباري ومن بطولة صديقات ديالي، وكنشجعهم حتى هما. مسلسل في المستوى وزوين والمحتوى ديالو هادف جدا. وكنتبع كذلك اثنين في الصندوق حتى هو في MBC 5، وسبق لي شرط ليه لان كتشارك فيه صديقه ديالي فاطمه زهراء قنبو، لان كوميدي. وكنتبع ايضا يعني اول مره كنتبع سيت كوم نهار بنهار الكوبيراتيف وسيت كوم دي زوينه زوينه بزاف بصح، وانا كيقتلوني بالضحك. وحتى هما كنقول لهم برافو عليكم وشرفتونا وحمرتوا وجهنا في الكوميديا المغربيه، وكنوجه لهم تحيه. كنقرا شويه، كنتفرج، كندخل الكوزينه، كندير شويه ديال الرياضه. انا واختي دايرين واحد لي تشالنج خاصنا نكملوهم الى كتب الله وصافي هكذا كيدوز الحجر الصحي. الحمد لله صراحه ما كنحسوش بالوقت، وكنتمنى هاد الشيء يدوز بسلام ونفوتوا هاد الازمه ان شاء الله بسلام كاملين. واخر حاجه بغيت نقول شكرا بزاف للجمهور المغربي على المسانده ديالكم لينا وعلى المتابعه ديالكم الاعمال الرمضانيه خاصه الوطنيه، والمنتوج الوطني راه الحمد لله ديما في تقدم، ونتمنوا نبقاو ديما في تألق ونبقاو ديما كنعطيكم الجديد وكنونسوكم في رمضان بالخصوص.